أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح جديدة بدأت منذ عام 2007. الدكتورة آمال سعيد أحمد، بيت الصحة الطبي، أهلا وسهلا. أهلا بك. دكتورة آمال، في البداية نتعرف على حضرتك. أنا اسمي الدكتورة آمال سعيد أحمد محمد، مصرية، طبيبة أسنان، متخصصة في الليزر وتجميل الأسنان. دكتورة آمال 10 سنوات في دولة الإمارات، 10 سنوات كوننا اسم، قدرنا ننافس فيه معظم أو كثير من الدكاترة الموجودين هون. نبلش بداية الدكتور من 10 سنوات حجر أو نقطة البداية اللي طلقنا فيها هون في الإمارات. أنا بدأت في دولة الإمارات العربية المتحدة في الشارقة، اشتغلت في عدة مراكز طبية. كنت حريصة في هاي الفترة أني أكون اسمي إلي في البلد، اتعاملت مع المرضى كأنهم أهلي، والحمد لله سنة ورا سنة لقيت كتير عندي مرضى بيطلبوني بالاسم وكتير يحبوا يتعالجوا عندي، لحد ما ربنا ما أراد وفتحت المركز الخاص بي. دكتور، قبل ما نحكي عن المركز وقبل ما نحكي عن العمل كموظف أو ك إحنا منقولها في العامية شريك مضارب، خلينا نقول دكتورة، اختيارنا لدولة الإمارات أو سبب الاختيار اللي اخترنا فيه دولة الإمارات؟ والله أنا يمكن ظروف حياتي وزواجي هي اللي اضطرتني أني أجي لدولة الإمارات، لأن أنا بدأت حياتي كمعيدة في قسم الجراحة في جامعة الإسكندرية، واتنقلت للعمل في المملكة العربية السعودية، بس أنا زوجي من مواليد الإمارات، وطبعا ده اللي أنا حسيته بعدين، اللي بيعيش في الإمارات ما بيقدر يبعد عنها. صحيح. فهو حب أن احنا نعيش في الإمارات، والحمد لله يعني كان اختيار موفق. الحمد لله. دكتور، احنا عارفين أنه الاسم اللي كونتيه مش سهل، والواحد انه يكون طبعاً لحاله ريليشن او علاقات كتير صعب، ولما انا سالتك بالنسبه للاعلانات او كيف بتروجي او بتسوقي للعياده قلتي لي انا ما بسوق، انا بعتمد انه الزبون اللي بيجي عندي او المريض اللي براجع عندي بيرجع لي او بيجيب لي صاحبه او بيجيب لي قرايبه. دكتوره، احكي لنا بال2014 عن اهم شهاده اخذتيها، شهاده الليزر، كيف اخذتيها ومن وين بلشتي فيها؟ والله انا كان سمعت عن جهاز الليزر نازل جديد، وانا طبعا بحب الليتست تكنولوجي في شغلي، ف يعني تواصلت مع الجامعه في المانيا وجابوا لي فعلا الجهاز، وطلعت هناك درست فيه واخذت من رادولف زيل شهاده كترينر، الحمد لله يعني هاي شهاده كتير بعتز فيها. وطبعا الليزر في طب الاسنان كتير مهم، يعني عياده بدون عياده اسنان بدون ليزر ما بتقدر تشتغل. دكتورة أمال، بيت الصحة الطبي، هاي العائلة المتكونة من حوالي 7 أشخاص موجودين مع بعض كعائلة، أنت ما قلتي لي موظفين، قلتي لي هدول طبعا عائلتي. عائلتي بدنا نحكي عن علاقتكم في بعض أو علاقة هذا التيم اللي موجود مع بعض، كيف تكون، كيف عم تقوى وليش عم تقوى؟ طبعا أنا المقياس أو المعيار الأساسي لاختيار الستاف عندي هو الإخلاص في العمل. صحيح. لأن هو ده اللي بيخلي العمل ناجح. ما بجبرهم ان يقضوا ساعات محدده او ان انا احطهم تحت ضغط في شغلهم، بالعكس انا بحب الانجاز، حتى لو ساعه واحده في العمل ممكن تعطي انجاز افيد من ساعتين او ثلاثه او 10 ساعات، فالمسؤوليه هي اهم شيء في العمل يعني. صحيح. دكتور، احنا لما نحكي تقريبا 12 ساعه عمل يوميا، وعندنا كل اسبوع في متابعه ريبورتات موجوده من كل الموظفين اللي عندنا، وفي عندنا علاقه مع او متابعة مع المرضى أو المراجعين اللي عندنا هون، هذا الوقت كلياته اللي عم تستهلكيه، هل أنت بتقدر عندك القدرة المستمرة على ضلك بالاستمرارية وحاطة بزنس أنه أنت تخفف على حالك العبء؟ لا، هو أنا بستمتع بعملي، عشان كده ما بحس أنه عبء علي، دي حقيقة يعني. ودكتورة، حضرتك زي ما خبرتينا كمان قلتي لي المراجع اللي عندي أو المريض اللي بيجي عندي أنا مستحيل أخليه يتعامل مع حد تاني، أنا بضلني متابعته بنفسي شخصيا طبعا، وهذا اللي بيخليني أستهلك وقت كتير في العيادة. صحيح. دكتورة، بدنا نحكي شوي عن بيت الصحة الطبي، ايش في اشي مميز وايش احنا بنشوف فيه من المميزات اللي انت ما بتشوفيها في اي كلينك تاني؟ انا بلاحظ ان دايما كتير عيادات بيحطوا موازنة للعيادة، يعني انا جبت جهاز كامل، جهاز ده هيطلع لي مبلغ، انا ما بتعامل في عيادتي بهاي المنطق ابدا. انا بشوف شو اهمية هذا الجهاز للمريض وشو هيعود بفايدة عليه، يعني مثلا في اشياء كتير نزلة جديدة زي جهاز مثلا للتخدير، معظم المرضى بيخافوا من إبرة الأسنان. صحيح. وبالذات الأطفال، يعني الطفل لو أول مرة جبته عيادة الأسنان وديته إبرة أو كان شكلها مخيف أو مؤلم ما هيرجع مرة تانية على عيادة الأسنان. صحيح. هيبقى الوضع كتير صعب على الأب والأم إن هم يقنعوه إنه يعالج أسنان، فإحنا عندنا جهاز بدون إبرة تخدير، وبنستعمله للأطفال وبنستعمله كمان للكبار،
في للكبار بنسبة 70% من الحالات بنستعملها، بس دي نسبة برضو لا يستهان بيها. صحيح. دكتورة، هلا احنا سألنا الدكتورة كمان 5 سنوات وين بتشوفي نفسك؟ قلتي لي انا ما بدي افتح برانش تاني. بس وين بتشوف عيادة بيت الصحة الطبي، وين عم بشوف حالي؟ انا بشوف بيت الصحة الطبي يكون هو الملجأ لأي مريض واثق ان لو راح هيلاقي الخدمة اللي هو منتظرها. واحنا على سيرة اي مريض، احنا سألناك او حكينا انه الامارات هي عبارة عن 201 جنسية مختلفة، 154 لغة مختلفة، طبقات مختلفة من الناس، وانا سألتك هل العيادة بتستهدف طبقة معينة، هل هي وسطى او عليا او جميع الطبقات؟ قلتي لي مفتوحة لكل الطبقات. بدنا نحكي شوي عن البرايسز اللي عندك او الاسعار. تمام. انا في البداية بحب اشرح للمريض شو حالته، ما بحب اعطي انصاف حلو للمريض بناء على السعر. صح. هذا غير يعني غير مقبول تماما. وبشرح للمريض ليش هذا السعر وشو أنا بسوي، وإذا عملنا أنصاف حلول شو هتكون النتيجة، عشان يكون المريض مقتنع. هذا كتير بيفيدني أن المريض يكون فاهم شو أنا بسوي. صحيح. إذا لقيت المريض في ضرورة طبية للحالة إنها تتعمل، ما بحاول أضغط عليه ماديا، يعني بحاول أتنازل عن جزء من دخل العيادة مقابل أن أنا أعمل له الشيء الطبي، غير صحيح. مثلا يكون شيء تجميلي مو مضطر لي للمريض. صحيح. في الحالة دي ممكن يعني ان احنا نأجل الموضوع، بس اذا الموضوع طبي اخلاقيا ما بنقدر ان احنا نرفض المريض. احنا ما نحكي عن بيت الصحة الطبي والانشورنس، قديش انتم معتمدين من شركات تأمين؟ انا ما عندي ولا شركة تأمين. كمان ما شاء الله. دكتورة، احنا عارفين انه هلا احنا فتنا في او الامارات بشكل عام دائما متجددة في الحضارة والتحضر، وقطاع الطبي بالذات عم بدعموهم بشكل كبير او طبعاً. عم بيوفروا لكم جميع الهي. تحكينا عن اهم الاجهزه الموجوده في العياده اللي احنا موجودين. اهم جهاز عندي هو جهاز الليزر إليكسيون هارت تيشو ليزر، ده يعتبر من الموست ادفانسد تكنولوجي في طب الاسنان. عندي جهاز الاس تي اي اللي هو التخدير بدون ابره. عندي طبعا في العياده الثانيه اجهزه موجوده ثانيه. عندي اجهزه علاج العصب في جلسه واحده، ودي برضو مش متوفرة في عيادات كتير، بتضطر المريض انه يروح ويرجع اكتر من جلسة، بيكون فيها تعب ليه وممكن يحصل فيلير للعلاج بسبب الموضوع ده. دكتورة، وبالنسبة للتطور للدكتورة نفسها، احنا عارفين انه احنا كنا عارفين انه 20 ساعة كان الدكتور ملزم، حضرتك خبرتيني من شوي انه صاروا 40 ساعة. وانت قلتي لي انا هذا الاشي لازم اعمله عشان اطور طبعاً. نفسي، يعني احنا مش بس عم نطور العيادة، عم نطور كمان الدكتورة امال سعيد 10 سنوات من الخبرة هون، وعم خبرتك عم بتزيد وبتقوى. هل هذا الاشي الخبرة عم تيجي من دولة الامارات ام لتعدد الجنسيات واختلاف؟ لا، هو السبب الرئيسي هو دعم دولة الامارات لنا، لان اذا ما في دعم احنا ما هتوصلنا هي الاجهزة ولا هنقدر نحضر الكورسات اللي هم بيوفروها لنا سواء في الجامعات او في التريننج سنتر. صحيح. فهو الشكر ليهم يعني للدعم ده بصراحة. ويجي بعد كده دور الطبيب طبعا، لازم يطور من حاله. صحيح. دكتورة، احنا كل واحد فينا في صاحب فضل عليه طبعا بعد رب العالمين. احنا دائما بنقول فضل رب العالمين، وفضل فلان انا قدرت اوصل للمرحلة هاي، قدرت انا اصير صاحبة عمل او صاحبة بزنس. مين صاحب الفضل على الدكتورة امال سعيدة؟ والله انا كطبيبة في عدة اشخاص في حياتي او عدة مراحل كان هي السبب في ان انا وصلت لهي المرحلة. بدايتها هي بلدي طبعا، لان انا تعلمت في بلدي اشياء كتير كانت هي الاساس اللي انا كملت عليه الخبرة اللي أنا وصلت لها. والدي الله يرحمه، لأنه هو علمني أن أنا ما أبص للمادة، أراعي المريض وأتقي الله فيه، دي أهم شيء. زوجي، لأنه هو علمني أن أنا لازم أصرف على شغلي علشان أتعلم، أي جهاز جديد ما أنتظر أن حدا يشتريه لي، أن أنا أروح أشتريه. وطبعا في الإمارات نجاحي الفضل الكبير فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى لدولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة حلم لكل دكتور متخرج جديد أو سواء صاحب خبرة خارج الدولة، دائما بده يجي هون يفتح بزنس أو يدور على عمل. هدول الدكاترة اللي جايين أو دكاترة أسنان اللي جايين على الدولة هاي، الدكتورة آمال سعيد إيش بتعطيهم نصيحة منك إلهم قبل قدومهم؟ أنا بنصحهم إن قبل ما يدخلوا في سوق دولة الإمارات الطبي إن هم يكونوا مؤهلين لكده. يعني أي طبيب ما اشتغل على الليتست تكنولوجي في طب الأسنان ما يفكر إنه يشتغل في الإمارات. وهذا مو معناه إن الدولة مو قادرة توفر، يعني هذا مو عذر، كلنا جايين وكل الطبيب بيطور حاله.
صحيح. فلازم يطور حاله، لازم يجي البلد هون ياخد الترخيص أول، يبدأ يعمل تريننج على الأجهزة اللي موجودة، يحضر كورسات بحيث لما يبدأ يشتغل يكون مؤهل لكده. طبعا دكتورة أنت تعبتي على نفسك 7 سنوات عبر ما أنت شفتي نفسك أنت مهيئة لأنك تكوني صاحبة بزنس. دكتورة، الإمارات بشكل عام سباق العصر، احنا بنحكي دائما الامارات هي رفعت اسم الوطن العربي على المستوى الاوروبي والمستوى الامريكي كمان. بدنا نحكي الحكومه الالكترونيه او الحكومه الذكيه اللي صارت هلا، قديش اعطت انديكيتر او اعطت ساهمت في انعاش عملكم بشكل عام؟ جدا. يعني انتوا قبل ما تقولي بنص ساعه وصلتني رساله من وزاره الصحه بتجديد ترخيص ممرضتي، احنا المعامله مقدمينها من نص ساعه، يعني من بعد نص ساعه من تقديم المعامله وصلتني رساله ان تم انجاز المعامله. فده بيوفر علينا طبعا ان احنا نروح ونتابع او نكون قلقانين امتى هتخلص المعامله، فبصراحه كتير ممتاز الموضوع. دكتوره، ختاما، احنا دائما في الدوله هاي او دوله الامارات اللي احنا قاعدين فيها اللي ما حسستنا انه احنا في دوله ثانيه وحاسين انه طبعاً احنا هاي بلدنا الثاني، الدوله اللي نحط حجر الاساس فيها من عهد الشيخ زايد الله يرحمه، الله يرحمه، للشيوخ اللي بعده او اللي ماشيين على خطاه او ابناء زايد خلينا نحكي عنهم، هاي الدولة اللي وفرت لنا الأمن والأمان اللي مش موجود حالياً عند كتير دول. شو دكتورة أمال بتحكي لهاي الدولة؟ أنا بحكي لدولة الإمارات وبدعي لها إن ربنا يديم عليها نعمة الأمن والأمان، والله يرحم الشيخ زايد رحمة واسعة، والله يخلي لنا شيخ دولة الإمارات، لأن بفضل مجهودهم أصبحت دولة الإمارات مصدر فخر لكل عربي. صحيح. وأنا ده بحسه كتير لما بسافر برا، أنا بسافر كتير، فلما بقول ان انا عربيه وعايشه في دوله الامارات بحس ان بنظره يعني فخر، بحس بفخر جديد لان الناس بتبص لنا نظره مختلفه. دكتور عمال سعيد احمد، احنا كثير تشرفنا بزيارتك بيت الصحه الطبي. الله يخليك، شكرا كثير، وان شاء الله الى الامام، قصه نجاح كثير احنا متشرفين فيها. دكتوره، انت من احد العشرين دكتور الموجودين على مستوى الشارقه اللي احنا تشرفنا في زيارتهم. الله، وإن شاء الله إلى الأمام دكتورة، وإحنا كتير أسرة برنامج نبض الاتحاد كتير تشرفت بزيارتك، وأهلا وسهلا فيك شرفتنا عزيز إن شاء الله.